لدينا الشعب الروسي والشعب جمهورية مصر العربية، إن الديناميكية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية تدعو إلى الاحترام. ولقد زاد حجم الاستثمار، حجم التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار، واتفقنا على اتخاذ خطوات محددة لتعزيز هذا التعاون. كذلك أكدنا على الدور اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلم والتقني، ومن المخطط أن تعقد هذه اللجنة في القاهرة في الشهور المقبلة. كذلك اتفقنا على عدد من المشروعات الاستثمارية، وعلى رأسها محطة الضبع النووية، وكذلك المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وكذلك التعاون في عدد من المجالات، وعلى رأسها المجال الصناعي، وكذلك توريد الأقماح الروسية إلى مصر. كذلك توقفنا عند التعاون العسكري والتقني والمعدات العسكرية، فهناك كانت هناك اتفاقات وقرارات اتخذت منذ عام تهدف إلى التعاون في هذا المجال، وكانت هناك تدريبات مشتركة بين القوات البحرية بين البلدين، وذلك في إدارة التعاون بين البلدين في هذا المجال. كذلك هناك تقدم كبير، وأكدنا على إقامة العام الثقافي الإنساني المشترك والذي تم تنظيمه منذ عامين. كذلك تطرقنا إلى بعض المشاكل الإقليمية، скорейшему урегулированию в Ливии. Хотели бы в этой связи ضرورة سرعة التسوية في ليبيا، друзей по организации на своей территории, в том числе межливийских переговоров. كذلك اتفقنا على ضرورة أن تكون هناك محادثات ليبية على الأراضي الليبية بهدف التسوية، تسوية كافة المشاكل التي تعتري ليبيا في هذا الوقت. كذلك ناقشنا تطور الموقف في سوريا وأهمية الالتزام بكافة حقوق الإنسان في هذا البلد العربي. وأيضا روسيا دائما تنطلق من منطلق التوصل إلى مصالحة وطنية بين الفرقاء السوريين وكذلك في ليبيا. كذلك مما يثير قلقنا الشديد هو التصعيد الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية، ونسعى إلى ونؤيد البدء في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة على أساس حقوقي ثابت. كذلك نسعى، بين البلدان يسعيان إلى استئناف عمل الرباعية، اللجنة الرباعية الدولية من الوسطاء العالميين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حتى يتم التعاون بين هذا الرباعي وجامعة الدول العربية. كذلك تطرقنا إلى التعاون بين روسيا وأفريقيا والمؤتمر المزمع عقده في يونيو في سان بطرسبورغ من هذا العام، في يونيو من هذا العام، والإعداد لهذا المحفل أو هذا المؤتمر. كذلك قدمنا بناء على طلب من اخواننا المصريين، قدمنا معلومات مفصله عن وضع الحاله القائمه الان في اوكرانيا،
وتطرقنا إلى الحديث عن القوى الغربية التي تغذي هذا الصراع القائم الآن في أوكرانيا. السيد كان هناك السيدة ميركل والسيد باراشينكا الرئيس السابق لأوكرانيا، كانت هناك مفاوضات وكنا راضين عن هذه المفاوضات ونتائجها، ونعمل في بشكل عملي في هذا الإطار، وأعتقد أن هذا سيكون في صالح الصداقة بيننا. شكرا جزيلا. Большое спасибо. Для меня была большая радость провести переговоры с моим другом Сергеем Лавровым. هدفنا المشترك لتطوير العلاقات على كافة المستويات وبما يخدم مصالح الشعبين، وقد أثرها على جهود التنمية الاقتصادية أمر مهم، ونعمل على الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات بشكل يؤتي بثماره ويعزز من العلاقة. حجم التبادل التجاري كما تفضل معالي الوزير في تزايد، وبالتأكيد أنه استمرار الاعتماد على السلع التي يتم تبادلها فيما بيننا أمر مهم، ونعمل على الحفاظ عليه بل والتوسع فيه أيضا. ناقشنا الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدت على اهتمام مصر كما يهتم المجتمع الدولي كله بالتوصل إلى ظروف التي تسمح بانتهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا، وقد تم تناول هذا الأمر باستفاضة. في إطار المنطقة العربية تناولنا القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة والأهمية وجود التهدئة وعدم التصعيد وامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تعقيد الموقف، وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة تكثيف الجهود الدولية واطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وفقا لمقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل نهائي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كذلك تناولنا الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر من أجل إيجاد توافق ليبي يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات يعرب فيها الشعب الليبي عن إرادته ويقيم حكومة تمثل مصالحه وتنهي من تواجد القوات الأجنبية والميليشيات وتعيد مقدرات الشعب الليبي إليه. ضرورة الحفاظ على أطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية واتفاق السخيرات وما تلا ذلك من توافقات ليبية وعدم تجاوز ذلك من خلال التعامل مع مؤسسات انتهت ولايتها ووفقا لما كان مقررا ولم تطلع بمسؤوليتها. مصر سوف تستمر في الجهود للتوصل فيما بين مجلس الدولة ومجلس النواب لتوافق حول الإطار الدستوري الذي يؤهل لانتهاء المرحلة الانتقالية ويؤتي بالانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن، ونبذل الجهود أيضا في إطار التنسيق بين مجموعة 5 و5 العسكرية لتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي انزلاق نحو استعادة المواجهات العسكرية. من الأهمية أن يتم ذلك في إطار يعتمد على التوافق الليبي وعدم تعدد وازدواجية
الأطر حتى لا يتم تعقيد الموقف. وبالتأكيد أنه لمصر مصلحة رئيسية بحكم العلاقة الوثيقة فيما بين الشعبين المصري والليبي، ووجود العلاقة الوثيقة أيضا فيما بين الشعبين والجوار المباشر والمصالح المتبادلة والحفاظ على الأمن القومي وأيضا التعامل مع قضية الإرهاب القضاء على هذا التحدي من خلال التعاون مع كافة الشركاء سواء الإقليميين والدوليين. تناولنا كما تفضل معالي الوزير أيضا الأوضاع في سوريا وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن السوري وعدم انتشار التواجد قوات أجنبية وأعمال عسكرية لا تتوافق مع مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وسوف نستمر في التواصل مع مبعوث الأممي من أجل تحقيق التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، ونعمل من خلال شركائنا ومنهم روسيا على الوصول إلى وضع يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على كامل أراضيها. تأكيد أنه هناك قضايا عديدة من ضمنها القضايا الأفريقية التي تناولناها وأهمية تدعيم العلاقات والتعاون فيما بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين سواء كان روسيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الصين، وكلها دوائر مصر حريصة بأن تلعب دور يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن وأيضا يصب في مصلحة الجهود التنموية. الوضع الاقتصادي العالمي بيفرض تحديات عديدة، ومن الأهمية أن يكون هناك مراعاة للضغوط التي تواجه الدول النامية بصفة عامة ومن ضمنها مصر، وإيجاد الآليات الملائمة لرفع هذا العبء عن الشعوب التي تتطلع إلى مزيد من التنمية والوفاء بتطلعات شعوبها. سوف نستمر في تواصلنا الوثيق فيما بيننا لدعم العلاقة الثنائية، ونعتز بالاحتفال ب80 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونستمر في التنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتاريخ الطويل الذي يعد أرضية مستقرة لهذه العلاقة التي دائما اتسمت بالإيجابية. شكرا جزيلا. على أسئلة تفضل. بيجار قناة الغد مصر. السؤال الأول لمعالي وزير خارجية مصر، هل هناك جهود مشتركة روسية مصرية لاحتواء الأزمة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفتح باب الحوار مجددا؟ معالي الوزير، هناك ملفات مشتركة في الوقت الحالي بين روسيا ومصر، هل من رسالة تحملونها إلى موسكو خاصة بعد لقائكم بالأمس بوزير الخارجية الأمريكي في القاهرة؟ второй вопрос к Сергею Викторовичу. Где заканчивается красной линией? أين تنتهي الخطوط الحمراء؟ Где заканчивается красной линией? أين تنتهي الخطوط الحمراء التي إذا تم تخطيطها ستقوم موسكو بعدم بقطع الامدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا؟ فيما يتعلق بالاتصالات والتعاون القائم فيما بين مصر وروسيا اتصالا بالقضية الفلسطينية، فبالتأكيد روسيا دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، طرف في الرباعية الدولية، وتقليديا كان دائما لها اهتمامها بالقضية الفلسطينية وداعمة للحقوق الفلسطينية. لا غنى عن استمرار التواصل فيما بيننا، إيجاد الأطروحات التي تعزز من الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والاعتماد على التوصل إلى حل نهائي للأزمة على أساس حل الدولتين، ونستمر في التنسيق الوثيق فيما بيننا من أجل الدفع قدما
بجهود التسوية وانهاء الأزمة، ونتطلع أن يكون لهذا الجهد المشترك وبالتعاون مع الشركاء الآخرين أن يؤتي بمسار سياسي يخرج من دائرة الصراع والتصعيد التي لا تخدم مصالح الاستقرار، وبالعكس قد تؤدي إلى تنمية التوجهات المتطرفة والعمل العسكري والصراع، وهذا لا يصب في مصلحة الدول المنطقة أو جهودها للارتقاء بالتعاون والعمل على الوفاء بالالتزامات والطموحات الخاصة بشعوبها. بالطبع نحن نراقب كيف يتم المناقشة امداد أوكرانيا في الغرب بالمسدات الثقيلة والأسلحة الثقيلة، ونحن بالطبع نرى كل هذا ولا نراقب فحسب، وإنما نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم السماح بالمزيد من المحاولات لتحويل أوكرانيا إلى جزيرة لتهدد أمننا، وعدم السماح بألا ينتهج الجانب الأوكراني القيادة الأوكرانية بنهجا يؤدي إلى المساس بحقوق المواطنين والتعدي على التقاليد والثقافة الروسية، مهما قال شركاؤنا الغربيون فلا هذا لا يبرر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. نحن نرى أن طريق السلام لا يأتي من خلال توريد الأسلحة، ومنذ زمن بعيد يعرف الجميع بما في ذلك أن هناك حربا هجينا تجري ضد روسيا، ومما يتلخص في ممارسات النظام الأوكراني. نحن بلا شك كما قلت نحن نراقب هذه العملية، عملية توريد الأسلحة، ونقوم باتخاذ الإجراءات وإعطاء كافة الأوامر لاتخاذ كافة الإجراءات حتى لا يتم تحقيق هذا المسعى الغربي. وكالة تاس للأخبار. طاب يومكم، أنا من وكالة تاس. بداية لي سؤال للسيد لافروف. لقد ذكر أردوغان أنه يمكن الانخراط في المشاركة في المفاوضات لتسوية الوضع في روسيا، هل من المقرر الآن اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه؟ وهل هناك من المخطط من المزمع أن يجتمع رؤساء الوزراء الخارجية في الدول الثلاث روسيا وسوريا والصين؟ السيد سامح شكر، السيد بلينكين كان في المنطقة في زيارة، وكان قبل في القاهرة قبيل سفركم إلى موسكو، فهل هناك أي رسالات يمكن نقلها من بلينكين إلى موسكو؟ نحن طبعا نأخذ في الاعتبار اهتمام السيد الرئيس التركي بهدف تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا تلك الدولتين المجاورتين. بالطبع نحن تم التوصل إلى اتفاق بدمج إدراج إيران في هذه العملية، و روسيا وسوريا وروسيا وتركيا تدخل في لجنة ثلاثية لمتابعة هذه المفاوضات، فمن منطقي تماما التعامل على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا من خلال إدراج إيران أيضا في هذه العملية.
أما فيما يخص الصيغة التي ستتم بها هذه المفاوضات سواء على مستوى الوزارات الدفاع أو المستويات العسكرية أو الوزارات الخارجية فهو سيتم بلورته الآن والاتفاق بشأنه حتى يؤدي هذا إلى نتائج ملموسة. كما تفضلتي فبالتأكيد قد زار وزير الخارجية الأمريكي مصر بالأمس وجزء من المباحثات التي تمت فيما بيننا تركزت حول الأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات المرتبطة بالصراع العسكري واتيحت الفرصة لإعراب الوزير الأمريكي عن الرؤية الأمريكية إزاء هذه التطورات وما هو المتوقع خلال المراحل القادمة في هذا الصدد. كذلك أتيحت لي الفرصة خلال لقائي مع معالي الوزير لافروف أن نتناول هذه القضية بالمثل وأن يتم طرح الرؤية الروسية إزاء التطورات الخاصة بهذه الأزمة. بالتأكيد أن مصر في كل اتصالاتها المتصلة بالأزمة الأوكرانية تزكي من أهمية التوصل إلى إطار سياسي توافق دبلوماسي مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري والتعامل مع كافة القضايا المرتبطة بهذه الأزمة بما يلبي المصالح لكافة الأطراف. سوف نستمر في المتابعة الحثيثة لهذه التطورات سواء في إطار العلاقات الثنائية التي تجمعنا بأطراف الصراع والشركاء الدوليين وفي الإطار المتعدد، وسوف نستمر في السعي لإيجاد الحلول الدبلوماسية لهذه الأزمة. قناة الشرق نيوز. طاب يومكم السيد الوزراء. السيد لافروف، الأول سؤال لكم، كيف تقيم القاهرة موقف موسكو موقف القاهرة من موقف مصر من الأزمة الأوكرانية؟ إن موقف جمهورية مصر العربية من الأحداث التي تجري تشهدها الآن في أوكرانيا فهذا له جذور تاريخية من حيث الأسباب، وهو موقف التوازن عند مناقشة الموضوع الأوكراني. والسيد الوزير عند لقائه عند إجابته على السؤال السابق قال أن هناك قد تم مناقشة هذا الموضوع مع بعض المسؤولين الغربيين في القاهرة ونحن على استعداد لقبول أي اقتراح جاد وأضع خطا تحت جاد لتسوية الوضع حتى في بشكل شامل. وفي هذا الصدد نحن استمعنا إلى أن هناك رسالات تقول أن على روسيا أن توقف الحرب وأن توقف إطلاق النار. أما الجزء الثاني من هذه الدعوة السيد بلينكين لم ينقلها، ولكن هذا هو الجزء الثاني من هذه الدعوة من هذه المناشدة، أن المصلحة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية والناتو والسيد ستولتنبرغ قال من كان في زيارة إلى جمهورية كوريا الجنوبية وفي قال في كلمته أنها روسيا لابد أن تنهزم في هذه الحرب والغرب لا يمكن أن يسمح بهزيمة أوكرانيا، ولأن هذا يعني هزيمة الغرب
وقال السيد ستولتنبرغ أنه سيخسر العالم كله، سينهزم العالم كله إذا هزمت أوكرانيا. وهو قد تحدث عن كافة، ليس فقط عن أعضاء الناتو إنما عن كافة أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك جمهورية مصر العربية. وقال السيد ستولتنبرغ بعد ذلك مواصلا: لذلك نحن لن نسمح بهزيمة أوكرانيا وهزيمة العالم. ولذلك قال هو لابد للناتو أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذا الموضوع. إن هذا الحديث لا يدور هنا فقط عن أوكرانيا، فكييف لا تتمتع بأية استقلالية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأكمله يقوم بتنفيذ سياسته بعدم السميح لعدم للمجتمع الدولي كافة. فهناك شكاوى أو دعاوى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للعالم أجمع، ولذلك أنا ممتن جدا لصديقي أنه تنقل إلينا وجهة نظر السيد بلينكين، ونحن ولكن الرسالة لم تكن كاملة. وأنا أقول الآن ماذا تسعى الولايات المتحدة من وراء إيقاف روسيا عن الحرب في أوكرانيا؟ فيما يتعلق بالسؤال الخاص بالروبل والجنيه المصري والاستفادة من التعامل بالعملات المحلية، تأكيد أن العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الروسية هي علاقات عميقة ومتشعبة، ونحن دائما نسعى إلى إيجاد الآليات اللي تعزز من هذه العلاقة وتمكننا من الاستفادة الكاملة. فهناك عديد من الآليات التي نلجأ إليها لتيسير التعاملات والارتقاء بها ولزيادة حجمها. بالتأكيد أنه استخدام الروبل وغيرها من الآليات لتحقق هذا الهدف دائما سوف تكون محل بحث وتفعيل من جانب البلدين. السؤال الأخير، تفضل. صباحكم السيد لافروف. في عشية في فترة وجيزة للغاية تم الهجوم على قاعدة جوية إيرانية، فمن وجهة نظركم هل هذا ينذر بحرب في المنطقة؟ والسؤال الآخر للسيد سامح شكري. سؤال المقترح الآن، هل من عوائق من دفع مصر لشحنات القمح الروسي بالروبل، هل هناك أي عوائق أو إجراءات من المفترض أن تتخذ؟ وشكرا. لا يسمعون الإجابات على هذه الأسئلة ويكررون الأسئلة. ما يخص التوتر حول إيران، فنحن قدمنا تصريحا بهذا الشأن، ونحن نعتبر أن هذا خطأ من قبل الغرب. فلا بد من اتخاذ نهج شامل لتسوية القضية الإيرانية، وهناك مستندات ووثائق تم التوقيع عليها بهذا الشأن. وعندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بجانب أحادي بطريقة أحادية قطع هذه الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في معاهدة، وتطالب إيران بتنفيذ التزاماتها، فنحن نتمنى أن يكون الإيرانيون وكذلك الصينيون معنا في نطالب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات وخطوات محددة. فلكن الغرب في النهاية في الفترة الأخيرة بات يتخذ إجراءات تؤدي إلى تصادم وتصعيد في الوضع في هناك.
أخذا في الاعتبار قرارات مجلس المحافظين بوكالة الطاقة الذرية الدولية. كان هناك تصريح منذ ربما أمس أو أول أمس أنه يمكن اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. إن القيادة الدينية الإيرانية أصدرت فتوى تمنع بتصنيع الأسلحة النووية، ولكن هناك خطة من التحركات لابد أن تتخذ ولإيقاف البرنامج النووي الإيراني قياساً على أي دولة أخرى. تحركات الغرب بهذا الشأن كما فعلوا بخصوص اتفاقات مينسك الخاصة بالتسوية الأوكرانية وقرارات مجلس الأمن الدولي يتخذون إجراءات عدائية بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية دون النظر إلى قرارات أعلى مجلس في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وضحته في خلال السؤال السابق بالتأكيد أنه من أهم عناصر العلاقة فيما بين مصر وروسيا هو واردات القمح، ومصر أكبر دولة مستوردة للأقمح والحبوب في العالم، وبالتالي تعد هذه سلعة استراتيجية بالنسبة لنا لاعتماد الشعب المصري على هذه السلعة بالنسبة للأمن والغذائي. كل الآليات الخاصة باستمرار العلاقة فيما بين البلدين في هذا المجال نستفيد منها ونوظفها بكل التأكيد من أجل ليس فقط الحفاظ على هذه الواردات واستمرارها بوتيرة دائمة، ولكن أيضا فيما يتعلق بتوسيع رقعة التبادل التجاري بين البلدين في كل المجالات. وتحدث معالي الوزير عن زيادتها خلال العام الماضي إلى 6 مليار دولار، ونأمل أن نستكشف مجالات جديدة وأوسع للارتقاء بهذه العلاقة بما يخدم مصالح البلدين. شكرا جزيلا.